واصل أبطالنا نجوم رياضة الدراجات المائية تألقهم في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 2019 وسيطروا على المراكز الأولى في الجولة الرابعة من سباق دبي. وحقق السباق الكبير نجاحا فنيا وتنظيميا كبيرا فاق التوقعات، حيث شهد مشاركة 70 متسابقا تنافسوا على ألقاب 12 فئة مختلفة. واستطاع بطلنا العالمي راشد علي الملا وكالعادة من حصد العلامة الكاملة في منافسات الحركات الاستعراضية محققا المركز الأول، ليقترب كثيرا من المحافظة على لقبه للعام الرابع على التوالي. وكان بطلنا مانع حبيب المرزوقي على الموعد في منافسات فئة هايدرو فلاي ليحقق المركز الأول للمرة الثانية، متفوقا على شقيقه ماجد الذي احتل المركز الثاني، وبطلنا علي سعيد بن ثالث. ونجح شبابنا الصاعد في خطف الأضواء من الكبار، إذ تمكن بطلنا عبد الله عبد الرحمن الحمادي من الفوز بالمركز الأول في بطولة واقف جي بي 2. وعقب نهاية المنافسات جرت مراسم تتويج أبطال سباق دبي في الفئات المختلفة بحضور علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وحريز المر بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.